عن جد زعلتيني منك. كل هالوقت وانت بتعرفي بحملي ومع هيك ما باركتيلي ولا هنيتيني؟ عن جد ما بيصير هيك. عن جد انك بنت بلا ذوق. تعرفي شو؟ ما كنت غلطانة لما قلت عنك انك مو محترمة، بالعكس اكدتيلي نظرتي فيكي. لك انت شو؟ بالحقيقة انا فقدت الامل منك انك ممكن تصلحي غلطك، بس لحتى انا صحيح هذا الغلط ليكني جبت معي تقرير الحمل تبعك. ليكو معي هذا التقرير ببين حقيقتك، وصدقيني ما عندي أي مشكلة ورجيه لأي حدا مشان تبين الحقيقة قدام الناس. وبعدين عائلة لوترا بتخلص منك، من بنت ما احترمتهم. أنت انتهيتي، لعبتك خلصت هلأ وهون. ولا حرف بقى يا بريتا أورورا، لا تحكي ولا حرف، لا تفكري إني واقفة معك وعم بسمع محاضراتك بس لأنه عندك دليل ضدي، عم تفهمي؟ بحب خبرك إني رضيت أسمع هالحكي الفاضي، لأنه اليوم رح أتزوج، لبست فستان العرس وخلص. وبصراحة أنا هلأ مالي حابة أخرب مكياج عرسي، بس كرمال انزعلك الخطة، لهيك يلا روحي. عن جد؟ أنت خايفة على مكياجك؟ أساساً عرسك كله على بعضه رح يخرب، أنت بس استني وشوفي. أي مو بس مكياجك اللي رح يخرب، سمعتك الحلوة بعائلة لوترا رح تصير سيئة مثل ما هي حقيقتها، ورح تطلعي من هذا البيت بأكد لك. أنت ما بتستاهلي تكوني كنة لهي العيلة، وما بتستاهلي عن حدا يقول عنك محترمة. مو بس أفكارك وأفعالك خبيثة، لا، أنت من جوا عقلك وقلبك وكل حياتك وكل شي فيكي خبيث، وبتحبي المشاكل، وإذا بالصدفة بتتعرفي على أي حدا حياته بتتدمر من وراكي. بريتا، أنت إذا بتتزوجي ريشاب وبتصيري من هي العيلة رح تدمريهم كلهم واحد واحد، وتخربي روابط المحبة اللي بتجمعهم، رح تسرقي منهم سعادتهم. آه عفواً، أنت أساساً كنتي ناوية تعملي هيك لو ما تدخلت، وهلأ بما أني هون ما رح تضلي لابسة ثياب العرس، وما رح تضلي مبسوطة كأنك كنت عائلة لوترا. أنا برأيي من حالك تتركي ريشاب بحاله، لأني رح خرب لك كل خططك وأهدافك، ورح دمر لك حلمك، ودليل أعمالك الخبيثة ليكو موجود بهذا الظرف، ورح ورجيه للكل هون. حضري حالك شيرلين. بريتا استني قبل ما تورجي الكل تقرير الحمل تبعي، أنا كمان عندي شي بدي ورجيك إياه، بتمنى تضلي لحتى تشوفي. أنا ما بهمني شوف شي. تركني روح، أنت ما عندك أم يعني؟ أنا كمان أم وبناتي هلأ بيكونوا مرعوبين وخايفين علي كتير. تركني روح عم بقلك، أكيد شيرلين قالت لك تعمل هيك صح؟ خلاص أمي. شيرلين بنت مانا منيحة، وهي هلأ عم تدمر حياة إنسان. ابني خليني روح، أكيد بناتي بيكونوا خايفين ومتوترين.